والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اسمحوا لي قبل ما ابتدي الكلمه هقول بس مشكله صغيره وبعد المشكله نقول الكلمه بتاعتنا. كاتب بيقول يا ابونا انا مستني رد قدسك، انا بدات حياتي فقير وربنا اداني ونقلت من منطقه فقيره الى منطقه متوسطه الى ان اخذت شقه في منطقه راقيه، ولكن للاسف كاي زوج وزوجه دبت الخناقات والمشاكل الى ان شكت الزوجه في سلوكياتي حيث انها شكاكه بطبعها، ولكن كنت قد وضعت كل ما املك وتعبي كله باسمها، والان الشغل ابتدى يقل وظروف الحياه بقت صعبه. تصدق يا ابونا زوجتي واولادي بيعايروني بان الفلوس اللي معايا قلت ومش عارف اصرف عليهم، بالرغم ان الفلوس اللي في البنك اكتر من 600,000 جنيه. طيب ناخد الفوايد اللي ربنا الى ان ربنا يدبر الشغل، مش عارف ايه. ابدا هي لازم تذلني هي واولادها علشان ما بقتش اجيب اكتر من 5,000 جنيه في الشهر. الزوجة بتروح الكنيسة وتصوم وتصلي وبتخدم، خدمة ايه وصلاة ايه وكنيسة ايه؟ انا هتجنن. انا ساكت علشان خاطر عندي اولادي. ارجوك انا تعبان جدا جدا وبتاخد صمتي وهدوئي على انه ضعف هي واولادها. ماذا افعل امام الله؟ لم افعل شيء اغضب الله، اعمل ايه؟ صاحب السؤال انا عاوزك ما تزعلش مني في اللي هقوله. لازم حد يسمع الطرفين ويلاقي المشكله فين، لان طبقا للي انت بتقوله في ظلم وفي شك وفي عدم تقدير وفي وفي وفي، لكن احنا اسمح لنا يعني نسمع الطرف الثاني. فلما نسمع الطرف الثاني هنقدر نقول نصيحه هنا ونقدر نقول نصيحه هنا، بمعنى ان شفنا الصوره كلها على بعضيها. دي حاجه، لان اتعودنا كده بالخبره ان ما اسمعش طرف واحد. مش معنى كده بشكك في كلامك اطلاقا، حاشا، بس احنا علشان نوصل لعلاج لازم نسمع الطرف التاني ونحاول نريحه ونشوف ايه اللي جواه وايه اللي خلاه يقول كده. طيب نصيحه نعمل ايه؟ اول حاجه اب اعترافك واب اعترافها، تصلي وتروح تحكي لاب اعترافك. وطبعا انت عارف مدام المدام ملتزمه كنسيا زي ما انت بتقول انها بتصوم وبتصلي وبتحضر على طول الكنيسه وبتخدم، مش ممكن حد هيكون بيعمل الحاجات دي وما يكونش ليه اب اعتراف. فلما اب اعترافك يتدخل مع اب اعترافها، احنا الاثنين هنقدر نوصل لحلول. هنقول لها لا يا بنتي، طب ما هو كاتب كل حاجه باسمك انت، ايه اللي مضايقك؟ أو لا يا ابني، أنت مقصر في حاجات قد تكون أهم من الفلوس، حاجات نفسية بتفرق مع الستات، طبطبة، كلمة حلوة، من مش عارف المشكلة يكون حلها إيه، بس أنا بنصح حضرتك أب اعترافك وأب اعترافها، أو حتى لو حبيته أب ثالث محايد مفيش حد هيتأخر. عن طريق السكرتارية ممكن تحجزوا وتقعدوا مع أي أب كاهن، وربنا يرتب الأمور دي تنتهي على خير إن شاء الله. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنحاول نتكلم في موضوع النهارده بيشغل ناس كتيره قوي قوي. يا ترى ربنا رايه ايه في الموضوع ده؟ يا ترى مشيئه ربنا ايه في الموضوع ده؟ عاوزين نعرف صوت ربنا. طب صوت ربنا نعرفه ازاي؟ كل دي اسئله بتيجي للكهنه كتير. وجود الأسئلة دي في حد ذاتها حاجة كويسة، إن الإنسان يسأل كده دي حاجة كويسة. ليه؟ لأن معنى كده الإنسان ده بيحب ربنا ومعتبر إن ربنا ده أبوه، ومش عاوز يعمل حاجة تزعل أبوه لأنه بيحب أبوه، فمحبب على قلب الكنيسة قوي إن ولاد ربنا يسألوا ويقولوا إحنا عاوزين نعرف مشيئة ربنا وصوت ربنا، ويا ترى مشيئة ربنا في الموضوع ده إيه؟ دي حاجة حلوة، حاجة ما بيزهقش منها الكهنة ولا بيتعبوا منها، إن الإنسان يكون عاوز يعرف مشيئة ربنا، لأن ده دليل على حب. حاجة تاني
ان الانسان ده حريص، انه خايف ان ياخد قرار ممكن القرار ده يأثر على خلاصه او على هلاكه، وبالتالي الانسان ده بيحاول بكل قوته يعرف صوت ربنا. فمعناه انه بيحب ربنا، ومعناه انه حريص وخايف على ايه؟ خلاص نفسه. وفي كل الاحوال الموضوع دوت كويس ان الانسان يكون على باله ربنا وصوت ربنا. الحقيقة الموضوع ده قديم قوي، من ايام العهد القديم. ربنا عارف ان الانسان ممكن يتوه، فكان لازم ربنا يعلن رأيه ويعلن مشيئته للانسان. وكان في اكتر من طريقة. يعني اول طريقة كانت طريقة اسمها طريقة الرؤى والاحلام. ونعلم تماما ان اكتر ما كان يميز يوسف ان يوسف كان رجل ايه؟ احلام، وكان بيفسر الاحلام. فاحد الوسائل اللي ربنا استخدمها في العهد القديم هي الاحلام والرؤى. الرؤى ايه الفرق بين الحلم والرؤى؟ الحلم وانت نايم، الرؤية تبقى صاحي وعينك مفتحة وشايف منظر سماوي قدامك. وبعد كده هو ربنا بعد الكهنوت بتاع هارون او الكهنوت بتاع لاوي، سمح ربنا ان يكون في حجرين، حجر اسمه الاوريم وحجر اسمه التميم، كانوا يتعلقوا على الصدرة بتاعت رئيس الكهنة. ويقول الكتاب المقدس كده ان كان يشوع يقف قدام رئيس الكهنة علشان يعرف صوت ربنا قبل الحرب، اذا كنا نخش الحرب ولا ما نخشش الحرب. فربنا ابتدى يعلن صوته عن طريق كهنوت العهد القديم. دي طريقة تانية اللي كانت معرفة صوت ربنا. في طريقة تالتة كان ربنا بيعلن بيها مشيئته وإرادته للناس عن طريق حاجة اسمها الكلام المباشر. يعني ايه الكلام المباشر؟ افتح كده الكتاب المقدس في العهد القديم يقول لك ايه؟ وكلم الرب موسى، وكلم الرب موسى، وكلم، ابتدى معاه في العليقة واستمر الحديث لآخر آخر أيام موسى، لما ربنا قال له اضرب الحجرة مرة، كلم الحجرة، كلم الحجرة، فراح ضربها مرتين، فربنا قال له انت هتشوف الارض لكن مش هتخشها عشان انت كسرت كلامي. يبقى فضل ربنا علاقته مع موسى علاقة كلام، يبقى دي وسيلة من اعلان صوت ربنا ومشيئة ربنا اسمها طريقة الكلام المباشر. وربنا عمل كده برضو مع ابراهيم، مش كلم ابراهيم وقال له تعالى يا ابراهيم وسيب اهلك وعشيرتك، وبعدين دخل له الخيمة وكلمه قال له زي النهاردة يكون عندك عيل. يبقى دي اسمها طريقة الكلام الايه؟ المباشر. يبقى في كذا طريقة كان ربنا حريص ان مشيئته وصوته يوصل للانسان. خلي بالكم الكلام ده كله قبل العهد الجديد، والكلام ده كله قبل سكن الروح القدس، وقبل مواهب الكنيسة، وقبل الاسرار الكنسية. لان الموضوع زمان كان فيه خصومة بين الإنسان وبين الله بسبب خطية الإنسان، فكان الله يتعامل بمحبته مع الإنسان لكن مش ساكن جواه. إحنا نشكر ربنا إن صوت ربنا في العهد الجديد أسهل بكتير قوي من العهد القديم. وعشان كده حتى ربنا الحجر بتاع الأوريم والتميم ده مش موجود ليه؟ ما خلاص بقى فيه إرشاد جوه سر الكهنوت، وفيه إرشاد في الأبوة زي ما إحنا هنعرف. بس أنا بقول لكم تطور فكرة صوت ربنا في العهد القديم والعهد الجديد. وطبعا خلي بالكم برضو حصل في العهد الجديد في بداية الكنيسة شوية ظواهر ربنا اللي ابتدى فيها وصل صوته. على سبيل المثال لما بولس اللي هو شاول وقع، ربنا يتكلم مع برنابا ويقول له ده هيكون إناء مختار، ما تخافش، يعني يبعت رسالة إن الكنيسة ما تخافش من مين؟ من بولس. وبعد كمان رسالة عن طريق حلم البولس الرسول الرجل المقدوني، اللي هو مقدوني يعني يوناني، اللي قال له اعبر الينا وعنا، فعرف ان ده صوت ربنا. وربنا برضو اتكلم مع شاول كلام مباشر بعد ما بيقول لطمني ملاك الشيطان، فطلبت من ربنا ثلاث مرات فربنا جاوب علي وقال لي تكفيك نعمتي. يبقى كان في برضو احاديث للكنيسة في الاول. وبعد كده هو ابتدى الروح القدس يبان في الكنيسة قوي قوي، وهنبتدي نتكلم. طب احنا دلوقتي يا ابونا كتر خيرك على الدراسة اللي انت عملتها على العهد القديم والعهد الجديد في صوت ربنا، احنا دلوقتي عندنا مشاكل وعندنا قرارات وعندنا اختيارات،
احنا علشان نبقى مطمنين ان ده صوت ربنا وان دي مشيئة ربنا نعمل ايه ويوصل لنا صوت ربنا ازاي. ده الجواب اللي هنجاوبه في النص ساعة اللي جاية. اول حاجة، الانسان مش بعيد عن صوت ربنا. بس قبل ما جاوبكم على ازاي الانسان يوصل لصوت ربنا، هحكي لكم حكايتين الاتنين عكس بعض ولخبطكم، وبعد ما لخبطكم نحل المشكلة. حكاية الاول من العهد الجديد في الكنيسة، وبعدين حكاية في العهد القديم. الحكاية بتاعت العهد الجديد، القديس مقاريوس كان تلميذ الانبا انطونيوس، ساب الصحراء الشرقية وراح لوادي النطرون عشان هيبتدي ينشئ رهبنة جديدة زي الرهبنة اللي شافها عند مين؟ عند الانبا انطونيوس. وبعدين ظهر له ملاك وقال له انت هتبقى اب لناس كتيرة قوي، فقال له من فضلك اخبرني ابتدي الرهبنة دي في اي بقعة في الصحراء. يعني بيطلب اهو، انا عاوز اعرف صوت ربنا هنا ولا هنا، هناك ولا الناحية دي. فهمتوا السؤال؟ يعني الانبا مقاريوس الكبير او القديس مقاريوس الكبير حب ما يتصرفش من دماغه، وقال اعرف صوت ربنا عاوز يدير ابناء فين. فراح رد عليه الملاك برد عجيب قوي، قال له ابتدي في المكان اللي انت عايزه، ربنا بيقول لك اعمل اللي انت عايزه. الله، ده انا بقول لك انت بتبصيها لي، يعني انا اديتها لك انت حطيتها لي في ملعبي تاني، انا بقول لك فين، رحت انت قلت لي في اللي انت عايزه، امال انا بسال ليه؟ انا عاوز اعرف صوت ربنا. قال له لا، لان انا لو قلت لك ربنا بيقول لك في البقعه دي وحصلت ظروف بعد كده اضطرتك انك تمشي، هتتوسوس، هتقول سبت المكان اللي ربنا اختاره لي. طب فرضا الرهبان كتروا، فرضا ان انت قررت انك تاخد خلوه في حته لوحدك، فعلشانك ما تتوسوس ربنا بيقول لك الموضوع ده مش فارق، اعمل اللي انت عايزه. فحب الملاك يحرره من ايه؟ حته الايه؟ الضمير اللي يتعب لو غير رايه او قراره في وقت من الاوقات. فهمتوا الفكره دي؟ يعني هنا ربنا قال له ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. ايوه بس انا عاوز اعرف ارادتك، اعمل اللي انت عايزه. بس انا عاوز اعرف مشيئتك، اعمل اللي انت عايزه. امال الوعظ عن ايه النهارده؟ طب ما تروحنا وقلنا اعمل اللي انتوا عايزينه. لا، في قصه تانية. في قصه تانية، واحد كان خارج مع عمه اسمه لوط، وعمه كان اسمه ابراهيم. وبعدين حصل ان اختلاف بينهم بسبب العبيد والميه والمواشي، فراح قال له ننفصل. فابراهيم قال له اختار. فاختار لوط بلد اسمها سدوم وعموره، يقول لك كانت سدوم وعموره كجنه الرب، كارض مصر، كارض مصر كجنه الرب. كانت اختار بعينيه احلى بلد في الدنيا. ولما راح البلد دي شاف البلد كله، شاف الشذوذ، وشاف كل حاجه غلط في البلد دي بتتعمل. لدرجه لما الملاك، اتنين ملائكه طلعوا عشان يخرجوه، افتكروهم رجاله طلبوا ان هم يمارسوا معاهم الشذوذ. يعني حاجه بقى ما فيش اسوأ من كده. وساعتها قلنا يا غلطة لوط اللي ما سألش ربنا. طب ما هو أبو مقار سأل، قلت له اعمل اللي انت عايزه. ولوط ما سألش، قلنا له ازاي ما تسألش؟ طب نسأل ولا ما نسألش؟ انت فهمتوا المشكلة؟ فهمتوا المشكلة؟ نسأل ولا ما نسألش؟ هي دي المشكلة. ما هو لما سأل قال له اعمل اللي انت عايزه، واللي ما سألش قلنا له انت زي ما تسألش، انت وديت نفسك ومراتك وعيالك في داهية. الحقيقة عاوزين نفهم القصة دي. في ناس اوقات بيبقى ربنا ادانا امكانيات وقدرات ان احنا ناخد قرارات بسيطة مش هتفرق، مدام في عين مية ابو مقار والرهبان هتشرب، فرقت ايه 100 متر كده وفرقت 100 متر كده؟ لا، اعمل اللي انت عايزه. ففي قرارات بسيطة قوي ربنا ادى للانسان حريه ان ياخد فيها القرارات، طالما ان القرار ده لن يغضب صلاح الله، او ان القرار ده مش هيكسر وصيه. لان لو كل حاجه عاوزين فيها صوت ربنا ايه؟ هنوصل لمصيبه. يعني هنوصل لمصيبه؟ هنوصل لنوع من الوسوسه.
يعني الراجل يرجع من بيته لمراته يقول لها طبختلنا ايه النهاردة؟ تقول له صدقني ما طبخت. ليه ما طبختش؟ طلعت كيس البامية وكيس الفاصوليا وقلت يا رب مش هطبخ لما اسمع صوتك وتديني علامة، يمكن البسلة مسممة ولا البامية تتعب العيال، فيا رب انت يا رب لازم تبعت لي ملاك يقول يشاور لي اديني علامة، يا القريم ينور يا التميم ينور. حقيقة كأن ربنا عاوز يقول لنا ان انا اديتك امكانيات ان في قرارات تسأل فيها وتقدر توصل للصالح باللي انا اديتهولك، لان انا اديتك جواك حاجة اسمها عقل، واديتك جواك حاجة اسمها ضمير، واديتك حاجة اسمها المصلحة العامة. لو كل ده لا يتعارض مع ارادتي او وصيتي مفيش مشكلة. النهاردة عاوز تصلي القداس في ماري جرجس، مش في قداس وذبيحة؟ بكرة هتصليه في أرض الجولف، مش في قداس وذبيحة؟ بعده في ماري مرقص، مش في قداس وذبيحة؟ ففي قرارات الحقيقة بسيطة جدا. ربنا بيقول لك أنا خلقتك بإمكانيات وبفطرة تقدر تاخد بعض القرارات اللي ليك فيها حرية طالما ما تخالفش إيه؟ الوصية. يبقى دي أول قاعدة. طب برضو يا رب في قرارات أعمق شوية، في قرارات أعلى شوية، في اختيارات أصعب شوية، وبصراحة أنا محتاج رأيك فيها. إزاي الإنسان يعرف مشيئة ربنا بقى؟ هنحط أربع عناوين نتكلم عنهم النهاردة. الإنسان يقدر يعرف مشيئة ربنا نمرة واحد من خلال حاجة اسمها الحياة الروحية. يعني إيه الحياة الروحية؟ الحياة الروحية أو التدبير الروحي معناها الكتاب المقدس اللي بقراه كل يوم، الصلاة اللي أنا بصليها كل يوم، القراءة الروحية في كتب روحية وأقوال الآباء القديسين بتوع الكنيسة. ديت بتقدر تعمل جوه الإنسان حاجة قوية قوي. يعني الإنسان لما بيقرأ كل يوم الكتاب المقدس ويشوف في العهد الجديد بجنب العهد القديم المسيح كان بيتصرف ازاي، وبولس الرسول في الموضوع ده عالجه بحكمة ازاي، روح الكتاب المقدس بتخش جواه، ايه الفرق اللي بين حضرتك وبين اي محامي؟ ان المحامي درس لمدة 4 سنين في كلية الحقوق فقرا القانون كله، وبعد ما تخرج اتخصص في حاجة، يا احوال شخصية يا جنايات يا مدني، معرفش الاحوال ايه، تجاري. فلما تخصص ارى اكتر، فلما ارى اكتر بقى يعرف اكتر. فواحد يقول له القضية دي كسبانة ولا خسرانة؟ يقول له طب بص سيب لي الملف، وتلاقي عند المحامي كده مكتبة كبيرة قوي 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 قوي، مكتوب فيها قوانين مش عارف كذا وقوانين كذا، تعديلات ايه لقوانين كذا لسنة كذا، وتعديلات ايه لقوانين كذا سنة كذا، وتعديلات ايه. فيقول لك سيبني الموضوع ده افحصه، ويخش على المكتبة بتاعته يقرأ بقية القوانين، فيقول لك بعد اسبوع عدي عليا يقول لك بص بقى القضية دي لو رفعناها كده نخسر، لكن لو عملنا كذا 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 ان شاء الله هنكسب، لان القانون بيقول كذا كذا كذا. فهو عنده مرجع بيعرف فيه صوت القانون اسمه كتاب القانون. انا وانتم كده. الانسان اللي ليه علاقة بالكتاب المقدس، الانسان اللي بيقرأ كل يوم وصية ربنا، وصية ربنا قادرة ان تحكمنا للخلاص، تقدمنا للخلاص. وبالتالي على قد أنا ما بقرأ، على قد ما أنا عارف الكتاب في إيه، في حاجات كده هتيجي تقولي عليها تقولك لا مش مرتاحة، أنا يمكن يا بونا مش فاكرة أكون قريتها فين بالظبط، بس متهيألي هو يا بولس الرسول يا بطرس الرسول فتح الموضوع ده، أنا هراجع، لكن متهيألي الموضوع ده قال له فيه كذا كذا كذا. الله، يبقى الإنسان من خلال حياته الروحية ومن خلال قرايته الإنجيل ومعرفته وصية ربنا بيعرف لحد كبير مشيئة ربنا. أنا عارف لحد كبير مشيئة ربنا. مشيئة ربنا يعني تصوروا مثلا أنا زعلان مع واحد وحاولت مرة واثنين وثلاثة أصلحه، وقلت له طيب الحق علي،
برضو ما سامحنيش. طب اعمل ايه بقى؟ انا خلاص الانسان ده ما يستاهلش. لا لا استنى استنى، اللي انت بتقوله ده غلط. انت لو قاري وصية ربنا هتعرف انك انت لازم تغفر له، وبدل المرة 70 مرة، وبدل 70 مرة 7 مرات في 70 مرة، يعني الى ما لا نهاية. نمرة 2، طب هو ما سمعش، قال لك الانجيل تعمل ايه؟ قال لك تجيب واحد وسطى الاول من العيلة، ما سمعش من الوسطى هدخل الكنيسة، ما سمعش من الكنيسة خلاص انت عملت اللي عليك وخلاص. يبقى انا عملت وعرفت صوت ربنا، فيجي الشيطان يوسوسني بعد كده يقول لي انت تستحق تتناول، لما تستحقش تناول اقول له ربنا جاوب عليا، ما انا عارف الانجيل مكتوب فيه ايه. وبالتالي اللي بيقرا الكتاب المقدس وعارف شريعة ربنا يعرف انه حتى لو ظلم حد وسرق حد ما ينفعش، ده صوت ربنا بيقول كده، ما ينفعش انك تقول يا رب سامحني وخلاص. يقول لك اذهب اولا اصطلح مع اخيك، اذهب اولا عوض اخوك، يعني انا جرحتك جرح قاتل، لا لازم اعتذر لك. فاهمين الفكره؟ يبقى هنا القصه قصه ايه بقى؟ هنا قصه ان الكتاب المقدس احد اكبر مصادر معرفه مين؟ صوت ربنا في حياتي، بدليل ان في وقت في الكنيسه ما كانش فيها اي كتب غير الكتاب المقدس، وكانت الكنيسه مرشده بالكتاب المقدس كل يوم في حياتها، سواء على مستوى الرهبنه او على مستوى الكنيسه العامله. احنا لسه في نمره 1 للحياه الروحيه، من الحياه الروحيه كمان الصلاه. افضل اصلي يا رب انا تعبان، يا رب الموضوع ده وان كان يبدو بسيط لكن انا بالنسبه لامكانياتي وطاقتي مش عارف اعمل حاجه، هفضل اتكلم معاك في الموضوع ده لغايه لما تديني راحه او لغايه لما تديني راي، والراي انا واثق ما دام انت عاوز توصله لي هيوصل لي، بس المهم ان انا افضل اصلي. يبقى عندي في حياتي الروحيه مفتاحين لازم اعملهم، لازم اقرا لان القرايه بتعرفني ربنا ومشيئته. نمره 2، لازم اصلي طول ما انا محتار، طول ما انا محتار لازم اصلي، لازم مش مرتاح اكمل صلاه، مش مرتاح اكمل صلاه، مش مرتاح اكمل صلاه. يبقى اول حاجتين عشان اعرف صوت ربنا ايه؟ اقرا وصلي. دول هنسميهم ايه؟ التدبير الروحي، الحياه الروحيه. تاني حاجه اعرف بيها صوت ربنا غير الحياه الروحيه حاجه اسمها الحياه الكنسيه. الحياه الكنسيه، طب الكنيسه فيها ايه؟ فيها حاجتين، التعليم والارشاد. يعني ايه التعليم والارشاد؟ يعني قبل ما نبتدي كلمه النهارده كان في سؤال، زوج بيشتكي مش كده؟ سمعتوه معايا، اهو ده نوع من الارشاد، انا في موقف مش عارف اعمل ايه، فالكنيسه ردت عليك قالت لك روح لاب اعترافها او روح لاب اعترافك، او انتوا الاثنين تقعدوا مع اب كاهن وتحكوا له المشكله، يسمع الطرف ده ويريحه ويسمع الطرف ده ويريحه لغايه لما نوصل لايه؟ لحل المشكله دي. يبقى هنا احنا عملنا ايه؟ ارشاد. طيب انا الحقيقه غير الارشاد في حاجه تاني، الوعظ اللي بنسمعه ده كل مره وكل اسبوع وبتسمعوه على التلفزيون على القنوات الفضائيه، ده ليه تاثير، ليه تاثير. يعني واحده تقول لك ايه؟ ده انا يا ابونا كنت في حته مشكله وفتحت التلفزيون بقلب لقيت في قناه كذا او قناه كذا او قناه كذا من القنوات بتاعتنا ابونا فلان او الانبا فلان او وعظه قديمه للبابا شنوده بيتكلم بيرد على اللي بسال عليه بالظبط. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، كل الاباء الكهنه بتحصل معاهم اوقات، ابونا كاهن يتكلم في عظه او يكون في مؤتمر، ما هو دي الحاجات اللي بتعملها الكنيسه، تلاقي الناس راجعه من العظه او المؤتمر تقول لابونا يا ابونا الكلام بتاع المؤتمر كله كان عليا، لدرجة ان انا رجعت من المؤتمر اخدت قرارات كنت متردد اخدها، بس كان صوت ربنا واضح جدا جدا. اللي بيجي الكنيسة من خلال الكنيسة سواء بالوعظ والتعليم او بالارشاد الشخصي مع اب كاهن مربيني وعارف شخصيتي شكلها ايه، بيوصل له صوت ربنا. انا حكيت لكم حكاية قديمة ترجع لأكتر من 22 سنة، كان علي القداس التاني وبوعظ هنا عمل عمنجلية هنا بوعظ في القداس الحد التاني، بعد ما خلصت رايح أخد اعتراف ساعة ولا اتنين كده من 12 لاتنين الظهر، دخلت واحدة عليا تقول لي يا أبونا أنا من المنطقة دي مش فاكر بقى المعصرة حلوان حاجة كده، وجاية أزور أختي في مستشفى،
انت تعرفني قبل كده؟ قلت له ما اعرفكيش. انت بتقولي نفسك انك انت من هنا، من يعني من حلوان او من المعصره. قالت لي يعني انت ما تعرفنيش. قلت لها اه. قالت لي طيب انا عايز اقول لك حاجه، الخطيه الفلانيه دي انت قلت اسم الخطيه 4 مرات في الوعظه، وحاجه عجيبه يا ابونا في ال4 مرات وانت بتقول اسم الخطيه 500 قاعدين في الكنيسه او 600 قاعدين في الكنيسه، تبص لي وتيجي عينك في عينيا وانت بتقول اسم الخطيه تبرق لي. انا طبعا مش هبرق لمين يعني، انا مش هبرق لحد، انا بتكلم يعني بس جات. شوفوا ربنا بيعمل ايه، انه انا بقول خطيه عيني تيجي في عينها وتحس ايوه يمكن اللي على راسه بطحه مش عارف يعني ان انا ببرق ليها. فقالت لي انا استنيتك على باب المكتب ومش هروح لما اقول الخطيه. الخطيه دي بقى لها 16 17 سنه واقعه فيها وما قدرتش اقول للاب اعترافي، بس النهارده مش قادره، مش هروح لما اقول، لان كان صوت ربنا واضح جدا ان الكلام ايه ليا انا. ده اللي بيجي الكنيسه، ده اللي بيجي الكنيسه، هي دي فكره الكنيسه. يبقى اول حاجه الحياه الايه الروحية دي فيها عبارة عن ايه؟ صلاة. طيب والحياة التانية اسمها الحياة الايه؟ دي فيها ايه وايه؟ تعليم وارشاد شخصي. ارشاد شخصي، وفي الارشاد الشخصي بقول لكم ما ينفعش في الارشاد الشخصي تروح لكاهن ما تعرفوش وتقول له عاوز اخد مشورتك. سامحوني ما برتاحش للقصة دي. ليه؟ الإرشاد يا جماعة المرشد غير المعلم. المعلم ده الدكتور العام، الممارس العام، بيقول الكلام العام. لما يجي لك الانفلونزا خد قرص مش عارف مين وكوبات ليمون ونام بدري ودفن مثلا، ده الكلام، ده التعليم. الإرشاد ده عامل زي الدكتور المتخصصي. يعني إيه الدكتور التخصصي؟ عنده تخصص، ده رمض، ده بطنة. فعلشان أنا قبل ما أدي دواء للعين يمكن يوسع شرايينها أو يضيق شرايينها لازم أسأل وأكون عارف التاريخ بتاعك. عندك ضغط؟ عندك سكر؟ طب سكرك مستقر ولا متذبذب؟ فالإرشاد اللي ليه علاقة بنفسيتي والإرشاد اللي ليه علاقة بروحياتي ما ينفعش أي حد يرشد أي حد. ما احترمنا لكل الآباء الكهنة، الكاهن اللي عارفني، الكاهن اللي درسني، الكاهن اللي مربيني، هو ده اللي يديني الإرشاد الخاص بتاعي. في حاجة تالتة أعرف بيها صوت ربنا، حاجة اسمها المشاعر المصاحبة. يعني إيه المشاعر المصاحبة؟ أتاري إن صوت ربنا ده، صوت ربنا فيه شعور مصاحب ليه. في جه سؤال مرة قريب، مش عارف بقى في عشية ولا في اجتماع للشباب مش فاكر، السؤال ده بيقول إيه؟ بيقول الآتي: إيه الفرق بين صوت الروح القدس وصوت الشيطان لو بيدي نصيحة في نفس الموضوع؟ يعني الشيطان ممكن يستغل موقف ويقول لي فيه أعمل كذا 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 كذا، والروح القدس ممكن يقول لي أعمل كذا كذا كذا. أميز إزاي إن ده صوت ربنا ولا ده صوت من الشيطان في صورة حرب؟ هي دي بقى المشاعر اللي أنا أقصدها. دايما صوت ربنا معاه هدوء، صوت ربنا معاه هدوء داخلي ومعاه سلام وفرح نسبي. الانسان يحس انه مرتاح قوي انه يعمل اللي هيعمله. فاكرين ايليا لما هرب وربنا قرر يتكلم مع ايليا؟ فيقول لك كان في زلزله وما كانش فيها صوت ربنا، وكان في رياح وما كانش فيها ربنا، وكان في نار وما كانش فيها صوت ربنا. واول ما ابتدى ربنا يتكلم كانت في نسمه هاديه، وابتدى ربنا يتكلم إليه ويقول له تعالى إليه اخرج اتكلم معايا مالك في ايه. دايما صوت الشيطان مزعج، مزعج. يعني ايه مزعج؟ يعني مثلا انا شايف ان في شمعه هنا وانا مثلا جات لي فكره الشمعه دي ممكن لو وقعت تولع في السجاده الكنيسه تتحرق. شوف الشيطان، الشيطان بقى يعمل معايا ايه؟ مين اللي حط الشمعة دي؟ وأخذ إذن مين؟ غيرة بيتك أكلتني. شوف هو حطها لي في صورة إن أنا غيرها على الكنيسة، بس قاعد يديني في حقن. فتلاقيني خرجت زعقت، مين المسؤول اللي حط الشمع ده؟ إحنا مش قلنا مين؟ آه
شكله من بره ان انا غيران على بيت ربنا، وشكله من بره ان انا خايف على الكنيسه، لكن واقعيا التوتر والقلق والضغط النفسي اللي انا فيه يقول لي ان ده مش ممكن يكون صوت ربنا. صوت ربنا في نفس الموقف، نفس الشمعه دي اللي انا خايف انها تولع الكنيسه. لك يا الولاد من كتر حبهم في القديسين وفي ماري مرقس منورين له شمعه، بس احنا قلنا ان الشمع ده قبل كده ايه، يا رب اكلمهم وما اكلمهمش، اكلمهم ولا اقول ماليش دعوه؟ يقولك لا انت مسؤول وكلمهم، بس كلمهم بالراحه لان هم بيحبوا القديسين وعاوزين يقدموا احلى حاجه. فنقول لهم بلاش الشمع لان الشمع ممكن ينحرقها، حطوا لمبه او حطوا شمعه بالكهرباء، في حاجات بالكهرباء دلوقتي بتيجي عامله زي شكل الشمعه. شوفوا انا خدت قرار، بس القرار التاني عندي فيه سلام وعندي فيه ارتياح ونتيجته راحه وسلام من كل اللي حواليا. القرار الاولاني انا مشدود فيه ومتوتر فيه وعنيف فيه وخطيط فيه، لان ممكن واحد يقول لي طب بالراحه يا ابونا، واحد ماسك بص كلمه لي بالراحه، مش انت اللي تقول لي بالراحه، انا ابونا واقول اللي انا عايزه. وقعت في خطيط غضب وفي خطيط عدم احترام لشخصه، يعني بهدلت الدنيا كلها. كل ده ليه؟ عشان تاني ده كان صوت الشيطان. لو سمحتم اللي معاه موبايل يطفيه خالص، ما ينفعش الموبايل مفتوح جوه الكنيسه. يبقى ده ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اتفقنا في شعور بالهدوء وشعور بالسلام وشعور بالارتياح. عاوز اختم بحاجه. طب فرضا انا صليت قوي، وفرضا يعني 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 قوي، وقريت الكتاب المقدس ورحت قعدت مع اب اعترافي وسمعت وعظة ماشيه في نفس الاتجاه اللي بفكر فيه، ان انا كنت اروح واسيب الشغل بتاعي هنا واروح شغلانه تانيه، والاجابات كلها بوزيتيف، انا هرتبط وهتجوز، والارشادات كلها جات لي ان في سلام وارتياح وإلى آخره، وعملت اللي عليا كله زي ما ابونا قلت. وبعد ما اتجوزت وحصل، او بعد ما سافرت وسبت الشغل، حصلت مشكلة كبيرة. حصلت مشكلة كبيرة. ايه المشكلة الكبيرة دي؟ ما توفقتش بعد ما سبت شغل بقالي فيه 15 سنة ورحت اشتغلت 3 اشهر رفدوني. طب فين صوت ربنا بقى؟ ده انا صليت يا ابونا، ده انا نذرت وصمت، وقدسك قلت لي تصوم اسبوع وصمت انا 10 ايام، وقلت لي نطلب بلجاجه وطلبت بلجاجه، وجيت سالتك قلت لك مرتاح يا ابونا، قلت اه مرتاح يا حبيبي. يبقى كل اللي عملناه ده ما كانش له لازمه، بدليل ان بعد الجواز اكتشفنا مشاكل، او بعد الشغل ما سبناه اكتشفنا مشكله في الشغل الجديد. يبقى كان فين صوت ربنا اللي انت بتقول عليه؟ مش في ناس اوقات بتعمل كده؟ تقول لك احنا ياما صلينا واخدنا قرار قبل ما نسحب ورق ابننا من الفصل دوت للفصل دوت، او المدرسه دي المدرسه دي، حطينا الكلام على المذبح وحطينا ندور وحطينا وحطينا، وكل الناس قالت كلام، وبقى الراي يجينا لدرجه واحد قال لنا تحبوا ننقل ابنكم للمدرسه دي اللي ما كن، لا ده ربنا بقى اللي بعته. وبعد ما رحنا وسحبنا ورقنا الولد تعب هناك، وجينا نرجعه المدرسه الاولانيه قالوا خلاص اللي سابنا ما نعبرهوش. طب فين بقى صوت ربنا وفين الصلوات اللي احنا عملناها؟ حد يقدر يجاوب لي على السؤال ده؟ لان ده سؤال تشكيكي خطير جدا ممكن يحصل مع اي حد فينا، وخاصة بعد ما تحصل مشكلة ونكون عملنا كل اللي فات ده يا ابونا. مين يجاوبني؟ ده سؤال لحضراتكم بجد. ايه رأيكم ان بعد ما عملنا كل اللي فات وحسينا بسلام حصلت مشكلة؟ نعم يعني ايه؟ طيب اوكي، زي ما حضرتك بتقولي بس عشان هما ما سمعوش انا هقول. معنى كده ان لو عملت كل اللي عليا ما تتشككش حتى لو النواتج عكسية، لان ما دام انت صليت وحتى النتيجه جت عكسيه فالنتيجه العكسيه دي برضو جزء من اراده ربنا في حياتك انت. يعني بنوته
بنوته دلوعه قوي 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 قوي، بتصلي طول عمرها، بتصلي طول عمرها انها تتجوز واحد يريحها، وصلت وحطت الاسم على المذبح وسالت اب اعترافها وكلهم قالوا دوت انسان ممتاز. بعد ما اتجوزت الحقيقه اكتشفت ان زي ما الناس قالوا، شويه عصبي، شويه مش بخيل لكن حريص على الفلوس وبيدقق في كل حاجه اتصرفت فين. هي مش متعوده على كده، كان بابي عمره ما سالها انت بتودي الفلوس فين، وعمره ما سالني، وعمره ما سالني، ده بيقول لي الكوافير ده ارخص من الكوافير ده، وده مش عارف مين ارخص من ايه، وبيدقق في كل حاجه. انا مخنوقه، انا متضايقه، بس انا صليت يا ابونا وفعلا عملت كل اللي قالوا لي اب اعترافي، وما خدتهوش الا بعد وكل الناس ما قالت ان ده شخصيه ممتازه. المشكله فين؟ المشكله اللي هي مش واخده بالها منها، ان كل اللي عملته صح والاختيار كان مناسب جدا. لان خلي بالكم في حاجه عاوزه اقولها لكم، حطوها في حلقه في ودنكم، اذا اختلفت مصلحتك عن راحتك ربنا هيفضل مصلحتك على راحتك. احفظوا القاعده دي، لو اختلفت مصلحتك على راحتك، البنت دي كانت دلوعه قوي مش كده، وربنا عارف ان بدلعها ده مش هتخش السما. لو كان وافقها وبعت لها واحد طيب قوي بيطبطب يقول لها اللي تشوفيه يا حبيبتي اللي تشوفيه من عينيا، كان دلعها زاد ايه، ومعرفتش تربي ولاد ايه كويسين. فربنا بعت لها زوج يقول لها لا مش هينفع نكمل كده، ده ربنا بعت لها اللي يعالج اخطاء ابوها وامها في تربيتها. فهو بقى دواء، اوقات الدواء بيبقى مر، لكن هو ده الاختيار الاصلح ليها مش الاختيار اللي هي كانت عاوزاه. انا بصلي ان مثلا تجي لي شغلان الفلانيه، وقدمت استقاله، وبعد ما قدمت استقاله، بعد ما قدمت استقاله والمدير قال لي خلاص احنا بنبعت لك الاوفر بتاعك على الايميل، تعالى سيب اللي في شغلك انت من اول الشهر تكون معانا. فانا قلت الحق اخد اسبوع اجازه بقى، الشغلانه الجديده ما فيهاش اجازه لمده 6 اشهر. فقدمت استقالتي واخدت اسبوع اجازه، وصرفت لي بقى بزخ بقى من العقد اللي جاي، عقدي ذروه الدنيا. فانا بعد ما صرفت قال لي رئيس مجلس الاداره بتاع الميدل ايست، قال لك الحقيقه يعني ناجل الموضوع ده، وشكله سوري ان اقول لك مالكش حظ معانا. فين ربنا؟ فين صوت ربنا؟ اصل المثل التاني يوجع، لان المثل الاولاني دي بنت واتجوزت وخلاص احنا مالنا، كلكم متجوزين وخلصت. لكن تصور حضرتك يحصل معاك كده، بتتصور وتلاقي نفسك في الهوا، والبيت محتاج مصاريف وحتى شويه صرفتهم ببذخ مثلا. هتقول فين ربنا؟ ما دام انت عملت كل اللي فات ما تتشككش، لعل الله يريد ان يجوز بك في تجربه الاحتياج، او تجربه انك تكتشف نفسك، انك انت فاكر نفسك زي ايوب بار في عيني نفسك، ولما جات التجربه صوتنا جاب لغايه السحاب. فلازم ما تشككش ان طالما كانت نيتي ان انا بالصلاه بقول له مش هتخلص، مش هخطي خطوه الا باذنك، وفعلا انا خاضع للكتاب المقدس وخاضع للكنيسه وخاضع لاب اعترافي وعندي كل ده، لو حصل العكس اوعى تتشكك ان ده جزء من خطة ربنا في حياتك، لانك انت عملت اللي عليك وما كنتش مغرض وكنت محايد وما كانش ليك رغبة. ساعتها اقبل، لان ساعتها هيكون ده برضو للخير. وقتنا سرقنا، لكن على الاقل النهاردة اتكلمنا في موضوع ممكن بيشغل ناس كتيرة قوي. ربنا يدينا ان احنا دايما نكون مميزين صوته في حياتنا وارادته ومشيئته. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.